السلام عليكم، شوكم طلاب؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة إن شاء الله يا ربي. أخذنا بالمحاضرات السابقة الكربوهيدرات اللي هي السكريات، وأخذنا أيضا الأسبوع الماضي أخذنا الليبيدز اللي هي الدهون، وعرفنا أهميتها للجسم وتصنيفاتها وما إلى ذلك. اليوم راح ناخذ المكون الثالث أو المركب الثالث، وهو البروتين المهم لجسم الإنسان، البروتينات. بالبداية البروتينات لازم ناخذ فد فكرة عنها. البروتينات هي عبارة عن مواد عضوية نيتروجينية. تذكرون من بداية الفصل أخذنا مركبات عضوية الموجودة بالجسم، قسم منها قلنا نيتروجينيوس، نيتروجينيا، والثانية نان نيتروجينيوس، غير نيتروجين. فإذا البروتينات تعتبر من المواد العضوية النيتروجينية معقدة التركيب. أول من وجدها العالم برازيليس سنة 1848 بكل من الخلايا الحيوانية والنباتية. البروتينات تعتبر شنية؟ تعتبر هي المكون الرئيسي للخلايا الحية، حيث تكون نسبتها هي 3/4 الوزن الجاف للخلايا. 3/4 الوزن الجاف للخلايا. البروتينات بالجسم توجد يا أما بشكل تركيبي، نسميها structural protein، تركيبي. يعني شنو تركيبي؟ معناها تدخل في تركيب أو في مكونات كثير من الأعضاء، مثل البروتين الموجود بالعضلات والعظام والكولاجين الموجود بالشعر والجلد والأنسجة الرابطة. وأيضا قسم من هذه البروتينات، قسم منها يؤدي وظيفة معينة مو بس تركيبية، فيسمونه بالفانكشنال بروتين، وظيفي، اللي هو فانكشنال بروتين. ويدخل من ضمن يعني تحت نطاق هذا الاسم كل من الهرمونات والانزيمات وحاملات الاكسجين. هاي كلها تعتبر هي بالحقيقة هي عبارة عن بروتينات وظيفية تؤدي وظيفة معينة. قسم من هاي البروتينات الوظيفية تؤدي وظيفة دفاعية، دفاع، منها الانتيبوديز. الانتيبوديز هاي الاجسام المضادة، وهسه احنا نعرف كلكم سامعين وتعرفون هاي من اجا الله يبعد عنكم المرض الكورونا. فمن يدخل للجسم هذا الفيروس، رأسا الجهاز المناعي راح يرسل اشعار الى الجهاز المناعي، الى كريات الدم البيض وغيرها اللي تعتبر هي الجزء الدرع الواقي للجسم. فراح يكون انتيبوديز. انتيبوديز هاي الاجسام المضادة. الأجسام المضادة يمتى تتكون؟ من يدخل أنتيجين للجسم. أنتيجين يعني أي جسم غريب يدخل للجسم، رأسا الجهاز المناعي يكون ضد أجسام مضادة، وبالتالي شنو راح هذه الأنتيباديز. فلولا هاي الأنتيباديز هي تعتبر الدرع الواقي للجسم، ولولاها يصبح جسم الإنسان والحيوان وسط جيد لنمو الجراثيم والبكتيريا. أي الجراثيم هي بكتيريا والفيروسات وما إلى ذلك بدون أي رادع. لذلك سيعني ساعات واحد من يدخل جسم غريب أنتيجين للجسم، فرأسا يتكون قلنا أنتيباديز، فصير معركة. بالضبط يصير معركة، خاصة من يصير عندنا تشوفون رأسا يصير بقع حمراء بالجلد. فهاي دلالة على شنو؟ الحرب اللي نقولها اللي صارت ما بين الأنتيباديز والأنتيجينات، واضحة؟ فإذا الأنتيباديز هي عبارة عن شنو؟ بروتين وظيفي دفاعي. نجي إلى البروتينات ستركتشر، يعني تركيبها الكيميائي. البروتينز ار كومبلكس اورجانيك نيتروجينيوس سبستانس، تعتبر هي البايو كيميكال كومباوند فاوند ان ذا سيل of all animal and plants. فإذا تعتبر هي مركبات، شوفوا substance، مركبات نيتروجينية أو عضوية نيتروجينية معقدة موجودة في الخلايا الحيوانية والبلانت النباتات. لذلك تعتبر هي biochemical substance أو compound، مركبات حياتية. أيضا هنا تكون البروتينز، هنا the proteins have شنو؟ يحتوي على molecular weight، الوزن الجزيئي مالته approximately من 5000 to many million، من 5000 إلى ملايين، يعني الوزن الجزيئي مالته، لأن راح يكون طويل السلسلة. فكل البروتينات all protein contains يحتوي على carbon، hydrogen، nitrogen، oxygen and sulfur. يحتوي على كربون وهيدروجين ونيتروجين واكسجين والسلفر اللي هو الكبريت. ويمكن تعريفه
can be defined as polyamino acid. يمكن تعريفه على أنه سلسلة من الأحماض الأمينية ترتبط مع بعضها البعض بواسطة الأواصر البيبتيدية. نجي على الأواصر البيبتيدية. البيبتايد بوند إذن هي عبارة عن أمينو أسيد can react one to another for peptide by linkage of the amino group with carboxyl group from another. فإذا الأصل الببتيدية قلنا هي ترتبط الحامض الأميني يرتبط مع بعض البعض بواسطة الرابطة الببتيدية peptide by linkage. peptide by linkage شلون يكون الارتباط؟ الارتباط يكون بواسطة الأمينو جروب مجموعة الأمين اللي هي NH2 مع الكربوكسيل جروب اللي هي يعني أمينو جروب المجموعة الأمينية من الحامض الأول مع الكربوكسيل جروب من المجموعة الثانية from another. The amino acid اللي هو AA حتى نميزه عن FA اللي فاتي أسيد الأحماض الدهنية are bonded to each other ترتبط مع بعضها البعض بواسطة البيبتايد بوند to form protein لتكوين جزيئة البروتين هاي الأمزايدة. Therefore الأمينو أسيد فراح يعتبر هو unit building of protein فيعتبر هو وحدة بناء البروتينات مثل ما أخذنا الجلوكوز بالستارش ويعتبر المين unit الوحدة الأساسية. خلينا نشوف الارتباط. هذا هو first amino acid. ذرة الكربون هنا تحتوي على H NH2 و R وهذه الكربوكسيل جروب تحتوي على مجموعة كربوكسيل ومجموعة أمين بنفس الوقت والR هذه ألكايل جروب متى ما عوضنا عنها ب CH3 CH2 CH5 وإلى آخر نقدر نسمي الحامض هذا بصورة عامة هذا الفيرست أمينو أسيد. نجي عندنا سكند أمينو أسيد. سكند أمينو أسيد هذا الحامض الأميني الآخر عندنا ترتيبه هو ايضا نفس الشيء هو هنا يحتوي على CO2 تشوفوا هي هاي مجموعه الكربوكسيل يمكن ان نكتبها COOH CO2H وC double bond OH والNH2 كتبناه بهذا الشكل ليش حتى نوضح لكم شلون العمليه راح تصير. فيصير الارتباط ما بين الحامضين بعد سحب جزيئه ماء شوفوا dehydration تصير عمليه سحب dehydration سحب جزيئة ماء هاي H2O فماينس H2O راح ينطينا هذه هو البيبتايد بوند هذا الحامض الأميني بقى بي سي دبل بوند O ويرتبط مع ال NH بعد ما انسحبت جزيئة الماء بهذا الشكل فهذه هي الآصرة البيبتيدية البيبتايد بوند فهي عبارة عن آصرة أمايد والأمايد هو RC دبل بوند O NH2 غير شكل عن الأمين الأمين RNH2 في حين الأمايد أو الأميد بالعربي هو RC double bond O NH2 فإذا R هذه RC double bond NH والH الثاني هنا مرتبط بحامض أميني ثاني وهذا الحامض الثاني يرتبط مع ثالث ورابع وخامس بنفس الأواصر الببتيدية ويكون عندنا سلسلة من الأحماض هاي الببتيدية تكون جزيئات البروتين.